دلوقتي تعالوا نشوف أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة وأهم الماتشات لمحبي الرياضة والمنافسات المختلفة اللي هتتلعب في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، كمان المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الآسيوية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الأوقاف أعلنت أنه هيتم افتتاح 30 مسجد ب13 محافظة، منها 24 مسجد جديد أو إحلال وتجديد، وست مساجد صيانة وتطوير ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى. النهاردة وفقاً لما حددته وزارة الأوقاف، هيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان خذوا زينتكم عند كل مسجد، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة. النهاردة العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأسيوية اللي بتستضيفها دولة قطر. المباراة هتجمع بين منتخب قطر ومنتخب لبنان في تمام الساعة 6 مساءً. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع المباراة الافتتاحية للجولة 21 اللي هتجمع بيرني مع لوتون تاون في تمام الساعة 10:50 ليلاً.